يزدني على العلاقة مع الأمير محمد بن سلمان. مين حسدك؟ يعني الكل اللي عم يحاول يروج أنه ما عندي علاقة كويسة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، هن حاسديني على هذه العلاقة. العلاقة ممتازة، وأنا بقول لك أنه في كل اللقاءات كانت كل لقاءات أكثر من ودية، أكثر يعني فعلا بعتبره كأخ وهو بيعتبرني كأخ. وبقول لك يمكن بمراحل كان يقول انه سعد، انت سعد هو محمد بن سلمان ومحمد بن سلمان هو سعد، فلذلك هذه العلاقة مميزة وممتازة وما حدا يجي يحاول يدخل عليها.